أنا عبر سكايب محمد الهادي مراسل شبكة شام وحلب أو وريفي حلب. أيضا بداية، إذا سألناك عن عمليات القصف، يبدو أنها لا زالت، أو استخدام البراميل المتفجرة لا زالت مستمرة على بعض الأحياء في حلب. ما هي آخر الخسائر في الأرواح والخسائر المادية؟ نعم، يعني ما شهدناه بالامس واليوم من قصف قوات النظام على احياء مدينه حلب وخصوصا الاحياء الشرقيه. الطيران الحربي قام بقصف ما يقارب 12 حيا داخل مدينه حلب، واليوم ايضا يقوم بغارات على العديد من الاحياء. شهدنا اليوم قصف الطيران الحربي على حي سيف الدوله قرب جامع النصر، ادى الى اصابه ما يقارب 13 مدني بينهم اطفال ونساء. حي الانذارات ايضا استهدف عند مدرسة الإنذارات الحديثة، مما أدى إلى ارتقاء ما يقارب 10 شهداء كحصيلة أولية، أغلبهم أيضا من الأطفال. طيران قوات النظام المروحي أيضا يلقي 3 براميل متفجرة على أحياء حلب الشرقية. الأول سقط في حي الصافور، والثاني في حي مساكن هنانو، والثالث أيضا في حي الإنذارات. وسقوط جرحى في هذه المناطق لم نتمكن من إحصائها حتى هذه اللحظة. في ريف حلب نشهد الاشتباكات التي لا تزال متواصلة عند جبل معارة الارتيق وايضا جبل شويحنا، مع استهداف قوات النظام لهاتين المنطقتين اللتان تعتبر نقاط اشتباكات في ريف حلب الشمالي. نعم. بالعودة الى مدينة حلب، لا تزال المشافي الميدانية تعلن حاجتها الماسة في المناطق التي تعرضت للقصف لتبرع بالدم من قبل الاهالي نتيجة العدد الكبير من الجرحى. يعني الحصيلة الاولية للجرحى فقط في احد المشافي كانت 150 جريح بالامس، العدد كبير جدا، والحاله هناك حاله رعب تسود الاحياء الشرقيه في مدينه حلب نتيجه هذه الحمله الشرسه التي يتبعها جيش النظام بطائراته وقصف احياء مدينه حلب. نعم، يعني بالنسبه لي قد تكون ردات الفعل جراء استخدام هذه البراميل المتفجره على احياء في حلب من قبل الجيش السوري الحر، هل ردة الفعل قد تكون واسعة النطاق بعد هذه الأرواح الكثيرة التي أزهقت منذ الأمس؟ نعم، يعني حقيقة لم نرى حتى الآن ردة فعل قوية من الجيش الحر. إلى أننا تجمع فاستقم كما أمرت أصدر بيانا بأن كل المناطق التي يتواجد فيها جيش النظام هي عرضة لقصف الجيش الحر، وعلى المدنيين الخروج منها فورا لأنهم سيقومون بدكها ثأرا لشهداء حلب بالأمس. نعم، إذا محمد الهادي مراسل شبكة شام في حلب وريفها، كنت معنا عبر السكايب، شكرا جزيلا لك.